وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ومن بني آدم فأولئك هم الخاسرون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد